ريتال بتقول عايزة غسول حلو للبشرة الدهنية وكريم ليل حلو وكريم لتفتيح البشرة. طيب الغسول بتاع البشرة الدهنية في ستارفيل كلينسر. ستارفيل عايزة اقول لك بس يا دكتور انه مشكور جدا 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 وكل الناس فيه ناس كتير جدا بتستخدمه. لا جميل. تشكر فيه جدا. ستارفيل كلينسر او البديل بتاعه او المثيل بتاعه اكرين كلينسر او سينوبار كلينسر، اي واحد من الثلاثة دول كويس جدا للبشرة الدهنية او المختلطة. لو وبالنسبة للكريم الليلي ممكن برضو ستارفيل وايتنينج او انفينيتي وايتنينج او لايت اب كريم، اي حاجة من الحاجات دي. لو عايزة حاجة صباحي في نوع اسمه ابيك وايتنينج، ابيك وايتنينج ده بيبقى فيه صن بلوك في نفس الكريم. لان الايام دي صعب انك تقول لحد استعمل صن بلوك وكريم تفتيح، في ناس بتبقى تكسل يقول لك انا الجو برد مش محتاج صح. يعني ففي كريمات بيبقى فيها الاثنين مع بعض. منهم الابيك صن بلوك بيبقى صن بروتكشن مع الكريم بالظبط. حلو جدا.